خسر الزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأخير، وذلك بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين فريق الزمالك ونهضة بركان في لقاء مثير، وتمكن الفريق المغربي من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع، وضاع الفريقان عددا كبيرا من الفرص، وشهد التصدي قائم الزمالك لهدفين محققين لنهضة بركان، وضاع لاعب الزمالك فرصتين مؤكدتين للتقدم، كما تألق حارس مرمى الزمالك عمر صلاح وتصدى للعديد من الكرات.